في مشهد حماسي رائع انطلقت من كنيسة دير اللاتين بمدينة حيفا مسيرة طلعة العذراء السنوية وصولا إلى جبل الكرمل. شارك في المسيرة عدد من أصحاب السيادة المطارنة والأساقفة ورجال السلك الدبلوماسي والراهبات وشخصيات اعتبارية وألاف من المؤمنين. المزيد من التفاصيل في تقرير مندوبتنا في القدس مارلين الحدوي. احتفلت مدينة حيفا بمسيرة تسمى بطلعة العذراء السنوية بحضور المطران بيير باتيستا باتسابالا المدبر الرسولي للبطركية اللاتينية، والمطران جيريلي القاصد الرسولي السفير البابوي، والأب سافاريو الرئيس العام للرهبنة الكرملية في العالم الآتي من روما، والأب ريمون عبدو الرئيس العام الإقليمي للرهبنة الكرملية الآتي من لبنان، والمطران حنا كلداني، والمطران موسى الحاج، والمطران مار قدسو، وعدد كبير من الأساقفة ورجال دين وطلاب المعهد الإكليريكي ورهبات وسفراء وقناصلة وشخصيات اعتبارية من البلاد والخارج. ابتدأت المسيرة من كنيسة دير اللاتين في حيفا، تقدمتها المجموعات الكشفية المشاركة والمسبحة الوردية وتمثال لأمنا مريم العذراء والآلاف من المؤمنين، مروراً بشوارع وحدائق حيفا وصولاً إلى جبل الكرمل، وبصورة احتفالية رائعة وبحضور جماهيري واسع. شكرا لله الذي يقودنا في هذه الصورة كل حين يفطر على شهادنا. قبل 100 سنة بعد الحرب العالمية الأولى، مريم العذراء، سكان هذه المدينة، مؤمنين هذه المدينة، أرادوا أن ينقلوا التمثال المقدس إلى مقرها، إلى مار الياس، نسميه مار الياس. وهذا التطواف كان شعبي جدا، كان في إله إقبال من كل الجليل، وحبوا أن يجددوا هذا التطواف كل سنة، فنحن نجدد هذا التطواف، وهو تطواف شكر. أول شيء نشكر الله على حماية المدينة، كما حمى الله المدينة في الحرب العالمية الأولى، هكذا نريد ونطلب من الله بشفاعة مريم العذراء أن تحمي هذه المدينة دائما والآن أيضا. تطواف السيدة العذراء السنة المئوية، طبعا بحب أعيد على الجميع البشر ونقول لهم إن شاء الله العذراء بتكون معكم بتحميكم، كل عام وانتم بألف خير. طبعا احنا اليوم هذا حدث كبير، لانه هاي المسيرة المئوية 100 سنة لانطلاق ما يسمى طلعة العذراء او رسميا تطواف سيدة الكرمل اللي بدي بال 1919. هذا تقليد من اهم التقاليد لمسيحي الارض المقدسة اللي احنا ما زلنا محافظين عليه، وهي السنة بالذات بما انه المسيرة المئوية حتى اجوا ضيوف من خارج البلاد، هنالك الرئيس العام الكرملي، هنالك السفير البابوي، وايضا اضافه المدبر الرسولي. بتامل ايضا كمان مشاركه الالاف من مسيحيين محليين واجانب بهاي المسيره الاحتفاليه تكريما لامنا مريم العذراء. وقد جرت تلك المسيره في الاحد الاول بعد عيد الفصح قبل اكثر من 100 عام، وذلك بعد ان كان تمثال السيده العذراء قد انزل من جبل الكرمل بتعليمات من جنود اتراب. وهذا العام تم الاحتفال بالمئوية الأولى، والتطواف يقام تكريما للعذراء سيدة جبل الكرمل. ورحمته من هنا إلى جميل
واختتمت المسيرة بترتيلة وصلات على مدخل دير مار الياس ستيلا مارس. مثل آلاف من المؤمنين من كل أنحاء البلاد تنقدم الشكر لإمنا العذراء، تنعبر لها قديش إحنا منحبها وقديش هي بتعني لنا وقديش إحنا منشكر الله على وجودها بحياتنا. مجرد إنه نتطلع نشوف الناس من كل الأجيال، من الطفل للكبير بالعمر، الكل عم بيرتل للعذراء وعم بيصلي المسبحة، وتشوف الفرحة بعينيهن، هذا أكبر دليل على إنه عن جد العذراء ملكة الأمور. مية بيعبر عن اتحادنا كل يوم من أيام حياتنا مع الكنيسة ومع أمنا العذراء نحو ومع يسوع المسيح القائم بين الأموات. الشعب وكل الكنيسة بتغنى بمحبة العذراء وبقوة شفاعتها أمام الرب يسوع المسيح، وهذا رح يكون اليوم وإلى الأبد. أمين. هذا اليوم بنشوف الأعداد الكبيرة تحتفل بالأم اللي بتجمع واللي بتلم، نطلب منها أنها تحمي كل شعب الأرض المقدسة إن كانوا في بلادنا أو إن كانوا في المهجر، نطلب منها أنها دائما تكون شفيعة لنا، أم لهذه البلاد وأم لكل عائلة من عائلاتنا. كل عام وأنتم بخير. كل سنة بنشارك بس هاي السنة مختلفة لأنه هي يوبيل مئوي، ولما في يوبيل هو بيكون احتفال، مفروض أنه إحنا كمان نتذكر إيش ربنا عم بحاول يحكي لنا من هذا اليوبيل. للنورسات مارلين الحدوة من حيفا جبل الكرمل.